مشاهدينا الحديث عن هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله المنيفي الصحفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير. وعليكم السلام، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. مساء النور. بداية أستاذ عبد الله، لماذا تصر الميليشيات الحوثية حتى الآن على عدم الإفراج عن عبد الله، عن توفيق المنصوري وزملائنا الأربعة الآخرين، رغم الاعتلالات الصحية والأمراض التي يعاني منها توفيق؟ في البداية أود أن وهذا أمر ضروري، لأن قضية زملائنا الصحفيين وجميع المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي هي قضية إنسانية بحتة. نعم. كان يفترض أن يتم التعامل بها على هذا الأساس، ولكن للأسف ميليشيا الحوثي جرت المبعوث الدولي إلى التعامل مع هؤلاء على أساس أنهم ورقة سياسية يمكن المساومة بها، وبالتالي ابتزاز الحكومة الشرعية بها، وقد تمكنت إلى حد ما من تحقيق هذا الهدف. وعندما نتحدث عن الزميل توفيق المنصوري وزملائه المختطفين الذين يعانون من أمراض والآثار والتداعيات المترتبة على طول فترة اعتقالهم واختطافهم وإخفائهم قسريا والمؤامرة القاسية التي تعرضوا لها والتعذيب، فإنه لا يمكن أن ميليشيات الحوثي أن تقيم اعتبار للجانب الإنساني، وهي بالتالي تواصل التعامل معهم على أنهم ورقة سياسية يمكن المقايضة بها والابتزاز بها، وبالتالي سيكون الموضوع الإنساني آخر تفكيرها أو قد لا تفكر فيه مطلقا. زميلنا توفيق المنصوري هو الأكثر تدهورا في وضعه الصحي بين بقية الزملاء، وإلا فإن بقية الزملاء يعانون يعني من أمراض مزمنة نتيجة هذا الاعتقال والإخفاء والمعاملة القاسية، ولا سيما أنكم عرفتم أن الزملاء المفرج عنهم حديثا الذين تم الإفراج عنهم في صفقة مقايضة في منتصف شهر أكتوبر الماضي. نعم. هم أيضا يعانون من نفس الأمراض والتداعيات، يعني بعضهم لا زال يعاني انهيارا صحيا وانتكاسة بين فترة وأخرى، وتم تأجيل جلسة الاستماع لشهاداتهم إلى اليوم منذ إطلاقهم منذ أكثر من شهر ونصف، وبالتالي يعني هو وضع الوضع الصحي لأغلب المختطفين هو وضع صحي يعني متدهور، وهذا يعني حالة إنسانية كان يجب أن يلتفت لها سواء المبعوث الدولي الحالي أو من سبقه والمنظمات الدولية التي للأسف فشلت في يعني اختبار مصداقيتها في تبني قضايا حقوق الإنسان. نعم. وأعتقد لا أنه ليس هناك قضايا في حقوق الإنسان أكثر أهمية من المختطفين وتحديدا الصحفيين المختطفين في سجن الحوثي بالتأكيد. نعم. نحو 6 سنوات. نعم. طيب أخي عبد الله، أصدرت يعني بالإشارة إلى البيان الذي أصدرته أسرة الزميل توفيق المنصوري، أوضحت فيه حالته الصحية، يعني هناك مطالبة أيضا عديدة كما أشرنا من العديد من المنظمات، هل باعتقالك ستستجيب الميليشيات الحوثية ولو من جانب إنساني كما أشرت في بداية حديثك؟ أقول يعني الشخص يعني الحالة التي يعاني منها الزميل توفيق المنصوري هي أكثر من بقية زملائه. نعم. هو يعاني من أمراض في القلب. نعم. يعاني من أمراض في الجهاز التنفسي وفي الكلى أيضا، يعاني من انزلاق، وفي الأخير هناك مخاطر فشل كلوي يعني يمكن. نعم. أن يؤدي أن تودي بحياته، وبالتالي هذا المسؤولية أصبحت يعني أمام المبعوث الدولي مارتن كريفيت، وهو الآن يعني على المحك، إما أن يثبت مصداقيته والضغط على ميليشيا الحوثي من أجل إطلاق سراحه كقضية إنسانية بحتة، أو أنا أفشل في هذه المهمة، وبالتالي فإنه لم يحقق أي نجاح، سواء النجاح الذي تم مؤخرا بإطلاق بعض المختطفين وهي مقايضة طبعا ليست عادلة، ولكن الحكومة الشرعية قبلت بها من منطلق إنساني بحت، وميليشيا الحوثي يعني ترى أن الحكومة الشرعية تتعامل من منطلق إنساني، وهي بالتالي تستغل هذا الجانب الإنساني لإطلاق مزيد من مقاتليها مقابل المختطفين أقل. نعم. وهذا بحد ذاتها تعتبر يعني تلمع في أداء المبعوث الأممي. نعم. طيب المبعوث الأممي أشرت إليه أكثر من مرة، كيف تفسر صمت المبعوث الأممي في اليمن تجاه هذه القضية بالذات؟ يعني القضية هذا هو يعني نستطيع أن نقول أنه لم يحقق فيها شيء إلا ما تم مؤخرا، وما تم مؤخرا من إطلاق المختطفين يعني مقايضة مختطفين بمقاتل الحوثيين في منتصف أكتوبر غير عادلة، وثانيا كانت أطراف قبلية قد يعني
يعني قطعت فيها شوطا كبيرا ثم توجه ثم اتى المبعوث الاممي يعني ليقول ان هذا الجهد هو جهده من الاساس. واعتقد ان اطراف محليه بذلت جهد كبير في هذا الجانب. واقول يعني بالنسبه للمبعوث الاممي نستطيع ان نقيس مدى فشل او نجاح من خلال الاتفاق ستوكهولم وهو الذي يضم ملفات رئيسيه هي اتفاق الحديده والانسحاب من الحديده وفك الحصار عن تعز وكافة الأسرى والمختلفين. إن كان نعرض ما تحقق على هذه الثلاث البنود ونقول من خلالها هل نجح المبعوث الأممي أو فشل في أداء مهمته. نعم طيب طيب نعم أخي عبد الله نعلم جميعا أنه كان هناك خمسة أيضا من الزملاء الصحفيين تم الإفراج عنهم وبقي خمسة أيضا في السجن محكوم عليهم بالإعدام. هل هناك عدد حقيقي للزملاء الصحفيين المتواجدين حاليا في سجون الميليشيات الحوثية؟ طبعا عندما نقول أن هناك عدد حقيقي فعلا يعني لا نستطيع لأن الميليشيات الحوثية تختطف بين اليوم الآخر. لكن هناك أربعة من الذين حكمت عليه أو أصدرت الميليشيا قرار بالإعدام وهم الزميل عبد الخالق عمران وثلاثة نعم. من أشرنا إليهم نعم. وهناك وحيد الصوفي مختطف من قبلهم يعني ولا زال مخفي ولا أحد يعلم عنه شيء. هناك صحفيين يتم اختطافهم بين الحين والآخر ويتم إطلاق سراحهم. لا ننسى أيضا المختطفين الذين قضوا في سجون ميليشيات الحوثي. نعم وهناك ايضا حمزه الجبيحي ابن الاستاذ يحيى عبد الرقيب الجبيحي. نعم حمزه الجبيحي ايضا نشير الى ان قضى اثنين من الصحفيين في السجن قضاه دروع بشريه هم زميلين عبد الله قابل ويوسف العجلي. نعم يعني ضحايا الصحفيين الذين تعرضوا للاختطاف والقتل والتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي رقم مستقر وهو يتصاعد يعني مع بقاء هذه الميليشيات وبقاء سطوتها على المحافظات التي يعني تبسط سيطرتها عليها. طيب بهذا التصاعد الذي اشرت اليه قبل قليل بان ما بقي هذا الانقلاب سوف يتصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين وبحق كافه المواطنين اليمنيين. برايك لماذا تعمد هذه الميليشيات الحوثيه لاستعداء الصحافه وانهم العدو الاول لهذه الميليشيا كما اشار زعيمهم عبد الملك الحوثي ولماذا كل هذا العداء تجاه الصحافه والصحفيين؟ ميليشيات الحوثي تدرك جيدا أن الصحفيين والإعلاميين هم شهود الحقيقة هم الذين عرضوا انقلابها منذ أول لحظات هم الذين يعني عرضوا للحرب. مدى ما يواجه اليمنيون من توحش لهذه العصابة ويعني الأرقام المرعبة من الانتهاكات والجرائم التي مارستها صنوف التعذيب في ميليشيات وبالتالي ترى أن قمع الصحافة والإعلام وهو يعني البداية يعني هو الطريق الوحيد لكتم هذه الأصوات وجعل هذه العصابات دون أي رقيب أو عتيد. يعني هذه العصابة يرعبها القلم ترعبها الكاميرا. رأينا وهم يقنصون وفي مختلف المحافظات. أقول أن هذه يعني ما جرى للصحفيين والإعلاميين والناشطين السياسيين هو يعني هو رقم كبير صحيح لكن لولا التهجير الكبير الذي حصل فرار اغلب الزملاء الصحفيين من مناطق سيطره ميليشيات الحوثي لكان هذا الرقم يبدو مضاعفا ومهولا. وبالتالي ميليشيات الحوثي لن تقبل بالصوت الاخر ولن تقبل بالصوت الحر هي لا تقبل الا بالصوت الذي يقدس الكهنوت ويقدس نصف الالهه عبد الملك الحوثي وبذلك لا يمكن ان توجد صحافه في مناطق سيطره ميليشيات الحوثي الا تلك الصحافه ذات اللون الواحد اللون الذي يقدس العمامة. نعم إذن الأستاذ عبد الله المنيفي الصحفي شكرا جزيلا لك.